وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار الاستثماري الأستاذ أسامة معين. مساء الخير أستاذ أسامة. بداية، كمستشار استثماري هل توضح أهمية تنظيم هذا المنتدى استثمر في البحرين؟ طبعا هذا المنتدى كما عهدناه ورأيناه أيضا بالأمس منتدى مهم جدا، منتدى يبرز صورة البحرين أمام المستثمرين من خارج المملكة طبعا أو في داخل المملكة، إلى أهمية وجود البحرين بموقعها وبخبرتها وبطول وجودها كمركز استثماري، أهميتها المباشرة بالنسبة للمنطقة لتكون محط طبعا بداية وتطوير للاستثمارات في داخلها أو بالنسبة للمنطقة جميعا. نعم. هذا المنتدى مهم جدا لتبيين ماهية البحرين. طبعا احنا كما تعلمين أن البحرين هي دولة سباقة في مجال الاستثمار، في مجال البنية التحتية للاستثمار، من كوادر بشرية إلى قوانين إلى غيرها في كل المنطقة، فيجب أن تصل هذه الرسالة إلى الجميع أن البحرين مؤهلة تماما لكي تكون محط وقبلة الاستثمار بالنسبة للمنطقة جميعا. نعم أستاذ أسامة، ألا تتفق معنا أن البحرين تمتلك تشريعات وقوانين أسهمت في تشجيع الاستثمار؟ طبعا هذا ما قصدت به من البنية التحتية الاستثمارية، هي القوانين التي طبعا وجدت في البحرين منذ مدة طويلة. أعتقد أن البحرين سباقة جدا في البنية التحتية بالنسبة للقوانين، وما زالت تستحدث القوانين وتطورها بما يتماشى، والقوانين العالمية أيضا نحن نرى مثلا في البنك المركزي أو غيرها، عندما نتقيد في بازل 2 كنا والآن بازل 3 إلى بازل 4، كل هذه الأمور بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات، تسهيل عمليات الاستثمار أو وصول المستثمرين إلى مملكة البحرين، هذا كان عملا دؤوبا لمدة طويلة حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. أعتقد أن البنية التحتية التي الموجودة في البحرين لاستقطاب الاستثمار من حيث القوانين والتشريعات هي من أحدث القوانين، لا نتكلم عن المنطقة ولكن في العالم ككل، لأنها تستقطب جميع التطورات الموجودة في العالم لتكون موجودة عندنا هنا في البحرين ومنذ مدة طويلة. نعم. وأعتقد هناك شيء آخر، أن البحرين تمتلك من الكوادر البشرية المؤهلة والعاملة في هذا المجال ومنذ مدة طويلة، الكثير منهم المؤهلين أيضا كي يكونوا نواة أيضا لهذه العمليات الاستثمارية. يعني البحرين لدينا، ليس فقط لدينا البنية أو القوانين والتشريعات، ولكن أيضا لدينا الكوادر البشرية التي تكمل هذا. تمام. طيب، هل سيكون منتدى هذا العام في نسخته الثانية مختلفا عن النسخة الأولى؟ طبعا سيكون متطورا وليس مختلفا. استثمر في البحرين أو الاستثمار في البحرين هو نسخة واحدة، ولكنها تتطور من مكان أو من عام إلى آخر، لأن حتى البحرين نفسها تتطور بشكل يتماشى مع العصر. فطبعا والمفروض أن المنتدى الآن هو منتدى حديث يتطور مع التطورات التشريعية والتطورات العالمية بالنسبة للاستثمار. وكما رأينا طبعا في افتتاح هذا المؤتمر أن عدد الحضور ونوعية الحضور أيضا كانت متطورة بشكل أكبر مما كانت عليه في المنتدى الماضي. نعم، المستشار الاستثماري الأستاذ أسامة معين، شكرا جزيلا لك.